الآن مشاهدينا لنا حوار خاص مع هؤلاء. أعرف اسمك؟ محمود حلم طنطاوي. محمود، شعورك النهارده وانت يعني رجعت مصر سالم غانم في فتره وجيزه او فتره قليله؟ والله الحمد لله الواحد حس براحه كبيره قوي. احنا تعبنا والله بجد، يعني الحمد لله يعني ربنا كرمنا ورجعنا بسلامه. كنت واثق ان القياده السياسيه هتكون حريصه على عودتكم وان انتوا هترجعوا بالسرعه دي؟ اه والله كنت عارف ان مصر قدها والله وقد كلامها كله. الحمد لله رجعنا بسلامه، والحمد لله بنشكر كل الجيش ونشكر مصر كلها. ايه الرساله اللي انت اتعلمتها بقى والدرس اللي انت استفدته من التجربه دي؟ هل هتسافر تاني؟ انا والله البلد دي مش هسافرها تاني خالص ان شاء الله، يعني لما اكون تمام وعلى يد الحكومه من هنا ان مش سافر رسمي تاني. محمود، انما تاني كده لا. انت بتشتغل ايه يا محمود؟ انا شغال بنا. بنا. طب يمكن في 2017 كان في رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي بان مصر محتاجه لكل ساعد من السواعد وكل عامل من العمال اللي موجودين لاعاده بناء الاقتصاد المصري مره ثانيه، ليه ما استجبتوش للرساله دي؟ وخاصه احنا عندنا مشروعات قوميه كبرى والبنا تحديدا ليه شغل كتير جدا هنا في الاراضي المصريه. انا يا فندم والله بس احنا اشتغلنا هنا فعلا قبل كده، بس جت الفرصه ان احنا عاوزين نسافر وكده، وغلطه مش هتتكرر تاني. يعني كان حلم ولقيت نفسك بتجري ورا سراب في الاخر. اه والله صح والله يا فندم. الحمد لله على السلامة يا محمود. الحمد لله على السلامة. اعرف اسمك؟ علي محمد. علي، عاوز اعرف شعورك النهاردة لما جيت ارض الوطن، وكنت واثق ان الفترة دي هتبقى فترة قليلة بالنسبة لك؟ الحمد لله انا مبسوط جدا من الحكومة المصرية ومن اللي عملته عشاننا، واحنا بنشكر كل قيادات مصر اللي عملته عشاننا، وانا مبسوط جدا من اللي حصل الحمد لله. ايه الرسالة اللي بتوجهها لأي عامل من العمال اللي بيفكر ان هو يسافر او يدي اقول خيره لمكان تاني؟ اقول له مصر اولى بيكم. مصر اولى بيكم؟ مصر اولى بيكم. ليه من كده؟ عشان هي فعلا مصر اولى بينا من اي حاجة من اللي شفناه بره. كان بقالك قد ايه هناك؟ انا كان بقالي سنتين. سنتين؟ اه. يمكن السنتين دي اول مرة تتعرض لموقف شبه ده. اه فعلا، عمري طول حياتي في مصر ما تعرضتش لموقف زي ده ابدا. طب سبت مصر ليه؟ غلطة مش هتتكرر ان شاء الله، وانا بحرر رئيس عبد الفتاح السيسي على العمل عشان. شايف ان الدولة بذلت مجهود علشان ترجعكم؟ اه فعلا، احنا متشكرين جدا لقيادات مصر كلها وللدولة بالكامل، وبنتأسف لهم كلهم على اللي حصل، متشكرين جدا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. إذا مشاهدينا ما زلنا نرصد ونتابع هذا الحدث التاريخي، وهو عودة هؤلاء المصريين إلى أرض الوطن. أعرف اسمك؟ سيد صلاح محمد. سيد، كم سنة يا سيد؟ أنت صغير. عندي 20 سنة. 20 سنة، بقالك قد إيه في ليبيا؟ بقالي سنة. بقالك سنة. كنت واثق إن أنت هيتم تحريرك بالسرعة دي؟ والله الحمد لله، طول ما ورانا جيش قوي، ورانا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان شاء الله ما بنخافش من اي حاجة. وانا والله كنت واثق 100% ان شعب مصر كله هيتحرك ورانا وهيحررنا ان شاء الله. ان شاء الله. ايه الرسالة اللي ممكن توجهها للناس اللي بتتفرج عليك النهاردة بعد ما مريت بتجربة ودرس يمكن اعتقد ان انت هتظل متذكره طيلة حياتك يعني؟ والله انا بوجه رساله لشباب مصر كلها، ان ما حدش يبص للفلوس، اهم حاجه كرامتك، واهم حاجه اهم حاجه اصلا تكون عايش مرتاح ومش عايش في رعب زي الايام اللي احنا شفناها دي. ومصر اولى باي حد والله. انت قلت اهم حاجه كرامتك، شايف ان مصر حافظت على كرامتكم؟ والله حافظت بصراحه، حافظت على كرامتنا كلنا والله، ما زي اللي احنا شفناه ده والله حافظت على كرامتنا كلها والله. مصر ما بتنساش ولادها ابدا، والحمد لله يعني احنا جينا بالسلامه ماشي، وان شاء الله غلطه مش هتتكرر تاني. شعورك ايه بقى في الرحله وانت جاي في الطريق كده؟ والله شعوري في الطريق والله احنا كنا مرعوبين بصراحه الطريق كله، بس لحد ما الجيش يعني الليبي استقبلنا من الشرق وفضلوا معانا وقالوا لنا ما تخافوش من اي حاجه، والمخابرات العامه بنوجه لها طبعا تحيه، قالت المخابرات العامه والشعب المصري كله متواصلين معاه وهنوصلكم في امان وسلام وما تخافوش من اي حاجه. احنا بصراحه اطمنا، بس احنا اصلا طول الطريق كله احنا كنا خايفين لحسن هم يكونوا برضه ورانا ويجيبونا تاني بعد اللي حصل طبعا، والفيديو اللي عمل ضجه كبيره فيه. انت في ايد امينه ما تخافش. والله الحمد لله ربنا اللي احنا كنا عايشين في رعب قد ايه الايام اللي فاتت والعذاب اللي احنا اصلا. بس خليني اقول لك ان النهارده يمكن كان في حلم عندكم ان انتوا ترجعوا مصر تاني سالمين غانمين، وبالفعل الحلم ده اتحقق، واعتقد كلكم النهارده يعني في بدايه الحدود المصريه منفذ السلوم. يمكن ساعات وهترجعوا تاني لاهلكم. انت عندك اخوات؟ اه عندي اخوات موجودين هنا في مصر. اه موجودين، لا واحد في السعوديه واحد في مصر. واحد
في السعودية واحد في مصر. كنت شايف اللي انت يعني اخواتك هتعرف تواجههم ازاي؟ كلمني عن المشاعر اكتر بعد ما انت رجعت هنا بالسلامة. والله انا كنت كل حاجة، والله كنت بفكر في اهلي وفي اخواتي ان انا هشوفهم تاني اصلا ولا لا، وانا اصلا كنت يعني حاسس 100% ان انا ممكن اصلا انت مش هترجع. والله انا كنت حاسس 100% ان انا ممكن اموت في اي لحظة اصلا وانا واقف. انت تعرف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ ان بدأت الازمة وكان توجيهاته واضحة وصريحة لكل الجهات المعنية بان كل الخيارات كانت متاحة لعودتكم لارض الوطن مجددا؟ الرسالة اللي بتوجهها النهاردة لسيادة الرئيس بعد اللي انا قلته لك. والله انا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جدته طبعا اللي بذلها ان هو يرجعنا تاني الارض الوطن ماشي، وبنشكره وبنقول ان شاء الله يا سيادة الرئيس احنا طول عمرنا راسنا مرفوعه والمصري اي مصر راسه مرفوعه في اي حته، وان شاء الله قالته مش هتتكرر تاني. وبوجه دعاء برضه المخابرات العامه والقوات المسلحه على القوات برضه اللي بذلتها ان احنا نرجع تاني، وان شاء الله تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وغلطه والله يا سيادة الرئيس مش هتتكرر تاني. ان شاء الله هتحيا مصر بسواعدكم وطول ما انتم موجودين وبتعمروا فيها باذن الله. يعني ما زلنا نتابع ونرصد عوده المصريين العائدين من الاراضي الليبيه. اعرف اسمك؟ كساب سباق عبد الوهاب. سيد كساب سباق عبد الوهاب. كساب كم سنه؟ كبير في السن. 41 سنه. 41 سنه. بقالك كم سنه كساب؟ والله لي حوالي سنه دلوقتي. كنت سنة في ليبيا. عاوز اعرف مشاعرك النهاردة بعد ما رجعت وشفت قد ايه الدولة المصرية وكل الاجهزة المعنية سواء كانت وزارة الخارجية او وزارة الهجرة او المخابرات العامة المصرية يعني تكتفت وتعاونت من اجل لحظة رجوعكم بالسلامة لارض الوطن. انا بشكر اي واحد في دولة مصر يا فندم، عشان احنا ما كناش متوقعين ان احنا نعاود، والحمد لله واحنا متأكدين ان الشعب المصري مش بيسيب حد. كنت واثق ان هترجعوا ان شاء الله؟ انا كنت واثق يا فندم، اول ما الفيديو ده اتنشر كنت واثق ان احنا نرجع. عشان منين كنت جايب الثقه دي؟ الثقه دي يعني من ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله. يعني ايه الرساله اللي بتوجهها لكل شخص بيفكر اللي هو يعني يعمر او يبني خارج حدود البلد؟ والله انا يعني انصح لاي واحد يعني ما يسافرش بره مصر خالص. اللي شفناه يعني احنا ما كناش متاكدين ان احنا نعيش تاني. يعني ساعة شفنا الفيديو بتأكدنا احنا هنعود مصر. كساب يمكن خلال الفترة دي تم يعني انتشار اخبار بتقول يعني ان انتوا تم وفاتكم او يعني ما شابه ذلك. كنتوا بتستقبلوا الاخبار دي ازاي؟ والنهاردة مشاعركم ازاي بعد ما تحول حلمكم لحقيقة وبقيتوا موجودين على ارض الوطن ويمكن ساعات قليلة وهترجع بيتك لاهلك تاني؟ اه فندم والله انا بقى اقول لك السعادة اللي احنا قلنا فيها، احنا لحد ما طلعنا من غرب احنا ما كناش متوقعين برضو ان هنوصل، بس اول ما المخابرات اتكلمتنا والكلام ده احنا دوبك حسينا بالعيش وحسينا ان احنا نرجع وحسينا ان مصر مش بتسيب حد اي واحد منا. مصر مش بتسيب اي حد. انت بقى ناوي تسيب مصر تاني وتسافر؟ لا يا فندم بصراحه بجد اللي شفته مش هسيب مصر تاني خلاص كده. الحمد لله على كده. الحمد لله على السلامه كساب. اذا مشاهدينا هي لحظات لوصول المصريين العائدين إلى أرض الوطن بعد تحريرهم.